السلام عليكم. نحاول في هذا الفيديو نديرو تصحيح التمرين 1.87 من كتاب مفيد درس النشر والتعميل الاولى اعدادي. دونك قالوا لنا احسب بطريقتين مختلفتين هاد التعابير هادو. هنا غنبقى ندير الطريقه الاولى، هنا الطريقه الثانيه. دونك التعبير الاول ا هي 11 في 3 ناقص 18. اذا الطريقه الاولى كما كنا كنديرو في الابتدائي كنحسبو داخل الاقواس. اذا غنخلي 11 3 ناقص 18 شحال هي؟ هذا غيعطينا عدد سالب صافي، ومن بعد هي غتعطينا هذه 15. عدد موجب في عدد سالب هو عدد سالب، من بعد غندير 11 في 15 اللي هي 165 صافي، غتعطينا 165. دونك ناقص 165. اذا غنجيو نحسبوها هنا بطريقه واحده اخرى. عندنا ا 11 في 3 ناقص 18. غنحاول نبقاو نديرو هنا عملية النشر. شنو هي النشر؟ إذا غندير هذا في هذا، هي 11 في 3 عاود. شنو الإشارة؟ هذا زائد في ناقص هي ناقص. عاود تاني هذا في هذا، أوكي، هذا مع هذا 11 18. كندير جوج هاد الإشارات. هو الأول شنو هي الإشارة؟ 11 زائد ناقص هي ناقص، هذا زائد مع زائد هي زائد. إذا 11 في 3 هي 33، 11 في 8 في 18 هي 8، 198، 33 ناقص 198 هي ناقص 165، كيعطيونا نفس النتيجة. غنمشيو لبي. التعبير الثاني 17.5 في 4.3 ناقص 14.3 تساوي 17.5. غنحسبو هادشي اللي كاين داخل الأقواس. 4.3 ناقص 14.3 هي ناقص 10. من بعد هذا موجب في سالب غيعطيني سالب، ومن بعد 17.5 في 10 هي 175. غنجي غندير الطريقة الثانية، 17.5 في 4.3 ناقص 14.3. إذا غندير هادي في هادي، 17.5 في 4.3 زائد في ناقص هي ناقص 17.5 في 14.3. هادو غنحسبوهم، 17.5 في 4.3 كتساوي 75.25. 75.25 ناقص 17.5 في 14.3 كتساوي 250.25. وإلا درنا هذه ناقص هذه راه غتعطينا ناقص 175، فكيعطيونا في الأخير نفس النتيجة. العملية سي، عندنا ناقص 3 في ناقص 7 زائد 15.9 ناقص 8.4. غنحسب هادشي اللي كاين لداخل، غادي تبقى ناقص 3 في ناقص 7 ناقص 7 ناقص 8 شحال هي؟ هي ناقص 15.4 زائد 15.9 هي 0.4. اوكي، غتبقى لنا هنا ناقص 7 زائد 15.9 هي 8.9. 8.9 ناقص 8.4 تبقى لنا هنا فاصله 5 عفوا، صافي تبقى لنا هنا فاصله 5 صافي، متفقين. من بعد هذا سالب في موجب غيعطيني سالب، وعندي 3 في 0.5 شحال هي؟ هي 1.5 صافي، ناقص 1.5. بالنسبه للسي، ناقص 3 في ناقص 7 زائد 15.9 ناقص 8.4. ديروا نفس الشيء. شنو الإشارة هذا؟ شنو هادي؟ عندي ناقص ناقص زائد، دونك بلا ما تكتبها، 3 في 7 مزيان، ناقص في زائد جينا ناقص، ومن بعد 3 في 15.9 ناقص في ناقص زائد، وعندي 3 في 8.4. إذا هذه غتساوي 21. 3 في 15.9 غنحسبوها،
دونك 3 في 15.9 تساوي 47.7، دونك ناقص 47.7 زائد 3 في 8.4، دونك كتعطينا 2، حيت 3 في 4 12، 2 1 3 3 في 8 24، وهذه 25. وغنحسبوا دابا هاد النتيجة، هادي عندنا غتعطينا هنا هادي 46.5 ناقص 46.2 ناقص إيس هادي، دونك غتولي تعطينا ناقص 1.5 بالنسبة للعملية دي، دونك يعطيونا نفس النتائج. عندنا ناقص 81.7 في ناقص 17.3 ناقص 2.7 تساوي، غندير الإشارة هذا في الإشارة هذا، سالب سالب موجب، إذا بلا زائد بلا ما نكتبها، غندير 81.7 في 17.3 ناقص في ناقص هي زائد عاوتاني 81.7 في 2.7. هنا نورمالمون هادي كان عليا نكتبها هنا، صافي غنولي نقلبهم هنا ماشي مشكل. دونك اذا غنحسب هنا 81.7 في 17.3 تساوي 1413.41 زائد 81.7 في 2.7 220.59 220.59. إذا غنحسبو دابا هنايا، إذا هادي غتعطينا هي 0.0، دونك .00، وغنحسبوها 1 زائد 3 هي 4، أوكي. عندي هنا 2 و1 هي 3، 2 و4 6، دونك 1634.0 اللي هي 1634. دي كتساوي، كان عليا هاد الطريقة نديرها هنا، وهذه خصني نديرها هنا ماشي مشكل، ناقص 81.7 في ناقص 17.3 ناقص 2.7 تساوي، إذا غنحسب هادشي هنا اللي كاين لداخل، هادي غتبقى كيما هي، في شنو عندي؟ ناقص 17.3 ناقص 2.7، دونك سالب وزايدين عليه السالب، إذا غيعطيني هنا سالب، هادي غتجينا 19، هادي غتجينا هنا 20، صافي؟ هادي 20. إذا 2 في 7 14، 2 في 1 2، 2 في 8 16، صافي هي هاد. الأو عندنا 6 في ناقص 17 ناقص 13، غنحسب هادشي اللي كاين داخل الأقواس، هادي غتبقى ناقص 17 ناقص 13 هي ناقص 30، سالب في الموجب سالب، 6 في ناقص 30 هي ناقص 108. الأو هنا 6 في ناقص 17 ناقص 13 هي 6 في ناقص 17، صافي. عاود شنو الإشارة هذا؟ موجب مع السالب يعطيني 6 في 13، صافي. إلا حسبنا هذه 6 في 7 هذا يعطينا سالب هي 2، 6 في 1 6، وأربعة الاحتفاظ هي 10، ناقص 6 في 3 18، 6 في 1 6، وهذه 7. إلا حسبناهم ناقص 102 ناقص 170، كنديروا الإشارة ديالهم، ومن بعد كندير 102 زائد 170 هي 180، كتعطيني نفس النتيجة. آخر عملية اللي هي F 24 ناقص 9.5 ناقص 8.12 في ناقص 0.1، اوكي. غنحسب هادشي اللي كاين هنا لداخل، صافي. دونك غندير هنا 24 ناقص 9.5 ناقص 8.12 كتساوي لنا هنا هي 6.38 في ناقص 0.1
غتولي عندنا هنا سالب في الموجب سالب، وهذه غتولي 0.638. الاف 24 ناقص 9.5 ناقص 8.12 في ناقص 0.1. غندير النشر كذلك تا هنا راه بحال هادو، غتجيني هادي في هادي، عاود هادي مع هادي، وعاود هادي نيت مع هادي. اوكي، اذا عندي هنا الاشاره موجب في السالب غيعطيني سالب، غتجينا 24 في 0.1 سالب في السالب غيعطيك موجب، اذا زائد 9.5 في 0.1 سالب في السالب غيعطينا موجب زائد 8.12 في 0.1. هادو الى حسبناهم كاملين غيعطيونا ناقص 0.638. اوكي.